ايوه ومنتخب مصر لما راح سنة 90 كأس العالم أول لقاء كان مع هولندا، كل الناس بتقول إن المنتخب الهولندي هيفترس المنتخب المصري، واللي بيكتب هيتغلب ستة، واللي بيكتب هيتغلب سبعة، واللي بيكتب تمانية، لكن على أرض الواقع المنتخب أدى أداء رائع جدا، وكان ممكن جدا وتعادل 1-1، وكان ممكن جدا يفوز. كان جيل يعني كومان وفان باستن وريكارد وخوليت، الكرة بتاعت كابتن مجدي طلبة وكابتن أحمد الكابتن كان ممكن جدا، أداء كان متكافئ جدا في اللقاء. تعالى المنتخب مصر لما لعب مع المنتخب البرازيلي في كأس القارات أو منتخب إيطاليا، وماتشات كتيرة ما كابتن محمود قال على واحدة منهم، المباراة الودية اللي لعبناها مثلا مع بايرن ميونخ من 3-4 سنين، كنا بنلعب مع روما في دبي وكسبناهم 4-3، كان ساعتها محمد صلاح موجود، واحنا كسبنا ريال مدريد هنا. صحيح ماتشات ديت كانت ماتشات ودية، لكن لا يمنع انها تتكرر في ماتشات رسمية. فالطموح لازم يبقى موجود، ولكن انت بتبذل اقصى جهد ليك وبتحاول، وبيكون طموحك انك تكسب. لكن لو حصل غير كده وانك اتغلبت، انت شرف ليك انك انت بتلاعب بطل اوروبا اللي هو بايرن ميونخ بتاريخه العريق، اللي هو عنده منافساته في الدوري الاوروبي قويه جدا، منافساته في الدوري المحلي الالماني قويه جدا، واحد من احسن 3-4 دوريات في العالم. فمش هيبقى عيب انك انت لو اتغلبت، لكن الاساس انك انت لازم تروح الملعب وانت حاطط في ذهنك انك تبذل اقصى جهد انك ممكن تكسب هذا اللقاء.